النسب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أنك يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه حذف وتاء، تانيث أو مدته لا تثبت، وإن تكن تربع ذا ثان سكن، فقلبها واو وحذفها حسن، لشبه الملحق والأصلي ما لها، وللأصلي قلب يعتمى، والألف الجائزة أربعا أزل، كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب، وحتم قلب ثالث يا وحتم قلب ثالث يا عن، وأولد القلب انفتاحا وفاعل، وفعل عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي، واختير في استعمالهم مرمي، ونحو حي فتح ثانه يجب، واردده واو ان يكن عنه قلب، وعلم التثنية احذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصحيح وجب، وثالث من نحو طيب حذف، وشل طائي مقولا بالالف، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، والحق معللا من عليا، من المثالين بما التاوليا، وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة، وهمز ذي مدي ينال في النسب، ما كان في تثنية له انتسب، وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزا ولثان تمما، إضافة مبدوءة بابن الأوب، أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول، ما لم يخف لبس كعبد الأشهر، واجبر برد اللام ما نحو حذف، جوازا إن لم يكن رده ألف، في جمع التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنتا، الحق ويونس أبا حذفتا، وضاعف الثانية من ثنائي، ثانيه ذو لين كلا ولائي، وإن يكن كشية من فاعد، فجبره وفتح عينه التزم، والواحد اذكر ناسبا للجمع، إن لم يشابه واحدا بالوضع، ومع فاعل وفعال فاعل، فنسب أغنى عن اليا فقبل، وغير ما أسلفته مقررا، على الذي ينقل من اقتصار. النسب إلحاق ياء مشددة آخر الاسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها، دمشق دمشقي، دلت ياء على أن الاسم نسب إلى المجرد من الياء هو دمشق، حنيفة حنيفة تقول فيها حنفي، فالياء دلت على النسب، جزاك الله خير، دلت الياء على انتسابه إلى حنيفة، بجيلة بجلي، جهينة جهني. قال يا أنك يا الكرسي مشددة زادوا للنسب، زادوها للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. عرفنا من هذا أن يا كرسي ليست للنسب، لأن المشبه بالشيء غيره، مشبه بالشيء غيره، يا أنك يا الكرسي، إذن يا الكرسي ليست للنسب، وكل ما تليه كسره وجب. يترتب على النسب ثلاثة أشياء: لفظي، وهو الحاق ياء مشددة آخر الاسم، الثاني كسر ما قبلها، الثالث انتقال الإعراب إليها، مصر إعرابها على الراء، مصري انتقل الإعراب من الراء إلى الياء، ومعنوي وهو صيرورة الاسم اسما لما لم يكن اسما له، مصر لم تكن اسما لهذا، جاءت ياء صارت مصري اسما، صارت مصري اسما لهذا. الثالث حكمي، وهو انه يعامل معامله الصفه المشبهه باسم الفاعل، يرفع ضميرا ويرفع ظاهرا، تقول مررت برجل دمشقي، دمشقي اي هو، او دمشقي ابوه. اشار لبعضها، قال يا انك يا الكرسي زاد للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه. اذا كان في اخر الاسم ياء مشدده واقعة بعد ثلاثة أحرف حذفها، فتقول في النسب إلى كرسي، كرسي يتحد له الاسم قبل النسب وبعده، إذا أحببت أن تنسب إلى مصري فقل مصري لا فرق، إذا أحببت أن تنسب إلى شافعي قل شافعي لا فرق بينهما. معنى قولي ومثله مما حواه، مثل الكرسي في كون الياء واقعة بعد ثلاثة أحرف حذفها، وتاء تانيث أو مدته لا تثبت، تحذف تاء التانيث
فلو نسبت إلى مكة تقول مكي، لماذا حذفت التاء؟ لو لم تحذفها لاجتمع المؤنث على متى تأنيث، فلقلت في الرجل مكتي وفي المرأة مكتية، جمعت على الاسم بين علامتي تأنيث. أما إذا حذفتها من أول الأمر فيكون المذكر مكيا والمؤنث مكية. وكذلك مدته، المد على تفصيل سوف يأتي، وفتاة تأنيث أو مدته لا تثبت إذا كانت رابعة في اسم ثاني محرك حذفتها، نحو جمزا جمزا تحذفها تقول جمزي، أما ألف تأنيث ممدودة فسيذكر حكمها بآخر الباب. واضح؟ ثم فصل قال وإن تكن تربع ذا ثان سكن تصير رابعا اسما ذا ثان ساكن فلك فيها الوجهان، فتقول في حبلى حبلي وهو الأفضل بحذف ألف التأنيث، وتقول حبلي ولك إثباتها وقلبها واوا، فتقول حبلوي ولك زيادة ألف قبلها تقول حبلاوي، كما تقول في طنطا طنطاوي، وفي بنها بنهاوي. نقول وإن تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن، والأحسن الحذف. نقرأ لشبه المنحقي والأصلي كما استغرام ألف الإلحاق، الإلحاق هي التي تصير الاسم ملحقا باسم أعلى منهم ليعامل معاملته في التثنية والتكسير والتصغير. فألف ذفرى الإلحاق بدرهم، تقول ذفار كما تقول دراهم، وتقول ذفير كما تقول دريهم، تسمى ألف الإلحاق. قال لشبه الملحقي والأصلي ما لها، فتقول في ذفرى ذفروي وذفري، وتقول في علقى الحاق بجعفر علقوي أو علقي. أنا أقول لشبه الملحقي والأصلي كذلك، الأصلي نحو ملها مرمى، الألف فيه ما أصلية، ملها الألف فيها لام الكلمة، مرمى الألف فيها لام الكلمة، لك الوجهان فيها، تقول ملهوي وملهي، مرموي ومرمي. أنا قوله لشبه الملحقي كذفرة وعلقة، والأصلي كملها ومرمى ما لها، وهو الإثبات والقلب واوا أو الحذف. نعم يعني مثل ألف تأنيث مرمى لألف أربعة أنواع، ألف آخر الاسم أربعة أنواع أصلية سوف أذكرها أتركها الآن. نعم والأصلية قلب يعتمى، يختار في الأصلية القلب، فمرمى الأفضل أن تقول فيه مرموي، ملها ملهوي، أما علقى الأحسن فيه أن تقول علقي، لأنها أشبه بألف التأنيث، لأن كل منهما زائدة ليست منقلبة عن شيء. أما الأصلية فهي منقلبة عن واو في ملها وعن ياء في مرمى. هذا نقول والأصلية قلب يعتمى أخرى. الألف الواقعة الألف الواقعة بعد أربعة خامسة أو سادسة تحذف، سواء كانت أصلية كمستشفى، ألف أصلية مستشفى أصل الكلمة شفاء، الألف أصل لام الكلمة تقول مستشفي، مصطفى أصل الألف واو أصلها مصطفى يصفو تقول مصطفي مصطفي. وإذا كانت للإلحاق كحبركة القصير الظهر أطول الرجلين وألفها للحاق بسفرجل بسفرجل تقول في حبركة حبركي هذه الحاق، أو كانت للتأنيث كحبارة سيبطرة تقول سيبطري وحباري، أو كانت للتكفير نحو قبعثرة البائر الضخم تقول قبعثري. الألف في آخر الاسم المقصورة أربعة أصلية كمرمى ومستشفى ومصطفى أصلية، أو للتأنيث ومرت بكم وستمر بكم أو زانوا ألف التأنيث المقصورة، مثال حبارة سمانة حبارة سمانة ذكرى ذكرى زائدة للتأنيث لأن المادة ذكرى فالألف زائدة. إذن نقول الألف في آخر الاسم تكون أصلية كملاء ومرمى، وتكون زائدة للتأنيث، وتكون زائدة للحاق كألف ذكرى وحبركة
وتكون زائدة للتكثير، تكثير لهم وتفخيم المعنى كقبعثرة أربعة. إذا كانت واقعة مجاوزة لأربعة تحذف قولا واحدا أصلية كانت أو للتأنيث أو للإلحاق أو للتكثير. أنا قولي والألف الجائزة أربعا أزل، كذلك يا المنقوص خامسا، كذلك يا المنقوص الواقعة خامسا تحذفه. نحو مستدع، مستدع ومستدع تحذف هذه سادسة، ومنتق منتقي خامسة، تقول في النسب إلى مستدع مستدعي بحذف الياء، الياء الموجودة ياء النسب، وتقول في منتق منتقي. أنا قوله كذاك يا المنقوص خامسا عز الإقرار مرتقي. نعم مرتقي مرتقي خامسا تقول مرتقي. والحذف في الياء رابعا أحق من قلب. إذا كانت الياء واقعة رابعة لم تجاوز الرابعة لكن هي رابعة كالنسب إلى قاض، الأفضل أن تحذفها، فتقول النسب إلى قاض قاضي، حذفت الياء وجعلت مكانها ياء النسب، ولك أن تقريبها وتنسب، تقول قاضوي، حذف الياء رابعا أحق من قلب. وحتم قلب ثالث يعني الثالث، الثالث يثبت ألفا كان أو ياء، فتقول في فتى فتوي، وفي عصا عصوي، لكن لا بد إذا كان ياء تقلب واوا حتى استثقال الاجتماعي الياءات والكسرات. لو قلت في فتى فتي فتي اجتمعت الكسرات وثلاث ياءات فتقلب واوا، وإن كانت واوا نبقيها واوا كعصا ومنا، تقول منوي وعصوي. وكذلك في المنقوص تقول في عمن عموي، ما الذي حدث؟ قلبت الكسرة التي قبل الياء فتحة فانقلبت الياء ألفا. عندي قاعدة في العربية، الواو والياء إذا سبقتا بفتحة انقلبتا ألفا. قال أصلها قول، باع أصلها بيع، خاف أصلها خوف، هاب أصلها هيب، فتقول في عمن وشجر تقلب الكسرة فتحة فتنقلب الألف تنقلب الياء ألفا، ثم تقلب واو فتقول عموي وشجوي. هذا ما قوله وحتم قلب ثالث يعني ثالث أي في المقصور وفي المنقوص، لأن الكلام كان فيهما. أولي ذا القلب انفتاحا وفاعل، كما قلت لك جعل الانفتاح قبله عمي، جعل الانفتاح قبله. نعم وفاعل وفعل، إذا كان الاسم ثلاثيا مكسور العين سرعين عليك أن تفتح عينه استثقالا للكسرات والياء، فتقول في إبل إبل إبلي إبلي بفتح عينه وهي الباء. لو قلت إبلي الثقل واضح، وكذلك لو قلت دؤل تقول دؤلي، لو قلت دؤلي الثقل واضح. وفاعل، وتقول في كتف كتف كتفي، أنا أقوله وفاعل وفعل عينه مفتح وفعل. طيب إذا كان إذا كانت هذا كان ثلاثيا، فإن كان خماسيا قال لا 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 تقل شيئا منه، لا تفتح ما قبل الياء لا تفتحه. مثال ذلك لو نسبت إلى جحملش، جحملش قل جحملشي لا شيء منه لأنه خماسي. أما إذا كان رباعيا قالوا إذا كان ثانيه محرك، إذا كان ثانيه محركا أبقه كما هو، كما لو نسبت إلى حجارة. إذا كان ثانيه ساكنا لك في الوجهان فتقول في تغلب تغلب تغلبي أو تغلبي بكسر ما قبل النسب أو بفتحه، وكذلك تغلب ما قبل ما النسب فتقول في تغلب تغلبي، وفي يثرب يثربي أو يثربي. فإذا كان محرك الثاني ليس لك فيه إلا الكسر فتقول في جوندل جوندل، ثاني هنا محركة تقول جوندلي. ولم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، ذكر الثلاثية المكسورة العين قال تفتح عينه استثقالا، أما قوله وفاعل وفعل عينه مفتح وفعل اقرأ. وقيل في المرمي مرموي، قال مرمي هو قال ياء كياء الكرسي زاد للنسب، الياء المشدد الواقع رابعة تحذف
لكن هذا حكم متعلق بقوله وكل ما تليه كسر هو وجب، لكن أخره هنا لأن الكلام اتصل. فقال لك هناك فرق بين أن تكون الياء المشددة زائدة وبين أن تكون الياء المشددة الأخيرة منها لام الكلمة، تكون الياء المشددة الواقعة آخرا بين أن تكون ثاني اليائين لام الكلمة، كما يسأل مرمي ومهدي، لك أن تقول مرموي بحذف الياء الأولى المنقلبة عن واو المفعول، أصلها مرموي، واضح؟ تحذف الأولى وتقلب الثانية واوا، تقول مرموي، ولك أن تقول مرمي، وتقول في مهدي مهدوي أو مهدي. أنا قلت وقيل في المرمي مرموي إذا كانت الثاني الياءين لام الكلمة، لك الوجه لك حذف الياء المنقلبة عن واو المفعول وقلب الثانية واو والنسب إليها، ولك حذف الاثنتين. أنا قلت وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله مرمي الأفضل كما قال لك أولا، وكل ما تليه كسره وجب ومثله ما حواه حذف. ونحو حي فتح ثانيه يجب. الياء المشدده الواقعه بعد ثلاثه حروف ذكر حكمها، والواقعه بعد حرفين سوف يذكر حكمها في نحو عادي وقصي، والمشدده بعد حرف واحد قال لك ونحو حي فتح ثانيه يجب، لا تحذف منها شيئا، كل ما فور انك تفتح الياء الاولى، واذا كانت في الاصل واو اقلبها واو، فتقول في حي حيوي الأولى ياء أبقيتها ياء، وطي الأولى صار واو من طوى فتقول طووي، ولي تقول لووي، هذا قوله ونحو حي فتح ذانه يجب وردده واو إن يكون عنه قيل بقرأ. والثاني ها؟ يتجقلتها واو دائما. نعم نعم. وعلامة التثنية تحذف للنسب، هذا إذا نسبت إلى المثنى احذف علامة التثنية، فتقول النسب إلى مسلمان احذف الألف والنون، تقول مسلمي، ومن ألزم المثنى الألف وعرب وإعراب إعراب سلمان قال كذلك في مسلمان مسلماني، مظهر. ومثل ذلك في جمع تصحيح سواء كان مذكر أو مؤنث، فتقول في النسب إلى مسلمين مسلمي، مسلمات مسلمي، ومن عرب المذكر سالم عرب عربون قال في النسب إلى مسلمون مسلموني، وقال في نصيبين بلد قال نصيبيني. وثالث من نحو طيب وذكر، إذا نسبت إذا كان المنسوب إليه إذا كان قبل الحرف الأخير الذي تليه النسب، إذا كان قبله ياء مشددة مكسورة، ياء مكسورة مدغم فيها مثلها، ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت، فتقول نسب إلى طيب طيبي، ياء أولاهما ساكنة والثانية مكسورة حذفت الثانية وابقيت تقول في طيب طيبي، وفي ميت ميتي، بعكس مهيم تصير مهيام، تقول مهيمي مهيمي، لأن المد فصل بين الياء المكسورة وبين الحرف الذي تلي ياء النسب فنقص الثقل، قالوا مهيمي. وكذلك هبيخ، هبيخ الحرف الذي تلي ياء النسب قبله ياء مدغم فيها مثلها ولكنها مفتوحة فنقص الثقل بالفتح. نعم هذا قولي. وثالث من نحو طيب، وثالث من نحو طيب حذف وشد طائي، مرحبا شد طائي نصب طي طي حذفت الياء الثانية فانقلبت الأولى ألفا، ويصل أن لا تقلب الياء ألفا إذا كانت ساكنة بل لا تكون لابد أن تكون محركة، قالوا في طي حذفوا الياء الثانية الأولى ساكنة، كان أصلا يقال طيئي ولكن قلبوها ألفا على سبيل الشذنا. وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في
وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في فعيلة. إذا نسبت إلى فعيلة حذفت الياء وحذفت التاء وقلت في النسب إلى بجيلة بجلي وإلى حنيفة حنفي، حذف التاء أولا لما تقدم لك من قوله وتاء تانيث أو مدته لا أو مدته لا تثبت، ثم حذف الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، لأن نسب إلى بشير بشيري وإلى قضيب قضيبي وإلى حنيف حنيفي، فحذف الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، ثم قلبوا الكسرة فتحا استثقال الاجتماع الكسرات والياء، فقالوا حنفي أصلها حنيفة حنيفة، حذف التاء أولا ثم الياء صارت حنيفي، قلبوا الكسرة فصارت حنفي، واضح؟ وكذلك بجيلة نعم نقرأ. وفعلي في فعي وفعلي كذلك، وعلي مثلها، تقف النسب إلى قريضة ورضي التاء حذفت لما قيل أولا، وحذفت الياء فرقا بين المذكر والمؤنث، لأنك لو نسبت إلى عقيل تقول عقيلي بالتمام إلى غير، فحذف الياء فرقا بين المؤنث والمذكر صارت جهني وقرضي ومزني مزينة مزني. أنا أقول وفعلي في فعيلة تلتزم وفعلي في فعيلة حتم خلق. وألحقوا معادلة من عالية من المثالين للمثالين. قال الصحيح اللامي، الصحيح اللامي لا يغير، فتقول في عقيل عقيلي وفي بشير بشيري وفي حنيف حنيفي، وتقول في عقيل عقيلي. أما معل اللام فكالمقتول بالتاء تحذف فيه ياء فعيل وياء فعيل، فتقول في النسب إلى قصي قصي معل اللام، تقول قصوي حذفت الواو الأولى الياء الأولى والثانية قلبتها واوا وألحقت، وتقف النسب إلى عدي عدوي. المقرر في هذا الباب أن لا تجتمع ثلاث ياءات بعد عين الكلمة، عدي فيقول في عدي تقول عدوي، لكن لو قلت عدي اجتمعت ثلاث ياءات بعد عين الكلمة. السلام عليكم. ثاني عدي الورخ قال بعد كلمة من هو؟ مروة. لا أبغاه يجيني. هي قلصة عزيزي. خلصي. أنا أقول والحقوم على لام العليا من المثالين من التأولية. أما إذا كان في آخر تاء فإنه لم يفصل. قال مختوم بالتاء مطلقا. أحذف فعيل يا فعيل ويا فعيل. فتقول في النسب إلى غنية غنوي كما تقول في بجيلة بجلي. وتقول النسب إلى أمية أموي بالحذف كما تقول في جهينة جهني. أها. لم يفصل عندما قال تحذف الياء لم يفصل بين ما إذا كانت لامه معتلة وغير معتلة، التفصيل وقع في الساقط من التاء. أنا أقوله وألحقوا معل لام عليا من المثالين، يشترط فيها شرطان، أن لا يكون هناك تضعيف، أن لا يكون هناك تضعيف، ولا تعتل العين، لا تعتل العين واللام صحيحة، بين اعتلت العين واللام صحيحة ليس هناك إلا التمام. تقول في طويل طويلي، وتقول فيه جليلة جليلي، لأنك لو قلت فيه طويل 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 لو حذفت الياء التي بعد الواوي تنقلب الواوي ألفا تصبح طالي، واو تحركت بالكسر وقبلها فتحة، اختلف معنى الكلمة كليا. أما إذا اعتلت العين واللام معتلة فالحذف هو المتبع، فتقول فيه طوية اعتلت العين واعتلت الواو تقول طووي، وتقول في حوية فعيلة اعتلت العين واعتلت اللام تقول حوية تقول حوية حويوي كما تقول جهني. إذا الشرطان ما هما؟ ألا تعتل العين واللام صحيحة، ولا يكون هناك تضعيف، فإن وقع تضعيف بأن كانت عين الكلمة ولامها من جنس واحد ليس هناك إلا التمام، كجليلة جليلي وقليلة قليلي، وكذلك اشترط أن لا تعتل العين واللام صحيحة، فإن اعتلت العين واللام صحيحة فتقول في طويلة طويلي بالإتمام، وفي لويزة لويزي اعتلت العين واللام صحيحة. سيبوي رحمه الله
الحق فعولة ورد عليه قال فعولة كذلك تحذف واوها فتقف النسب إلى إلى شنوءة سمع من العرب قال له يسبه لم يسمع غيرها لم تضطرب ففعولة لا نقول فيها حكم فعيلة ولا فعيلة وكذلك نعالج الأمر على طريقته هو فنقول فيه صرورة صروري وقع التضعيف الحاق لأجل رأي سيبويه وتقول كذلك في تقول في قولة قولة اعتلت العين ولا تقول قولي مرحبين أنا قولي وألحق وتمموا مكانك الطويلة وهكذا مكانك الجليلة أقرأ وهمز ذي مدين يناله في النسب ما كان في تثنية له مر بك أو لم يمر بك لا أدري مر بك تثنية المقصور تثنية المقصور مر بك مر بك قال وهمز ذي مدين يناله في النسب ما كان في تثنية له تسب مر بك نحو صحراء تقول فيها صحراوان والنسب إليه تقول صحراوي وتقول في النسب إلى قراء قرائي كما تثني تقول قراءان وفي النسب إلى كساء كسائي أو كساوي كما تثنيها وتقول كساوان وكساءان وتقول في النسب إلى بناء بناءان أو بناوان وتقول في النسب إلى علباء وقوباء علباوان علباءان قوباءان قوباوان كما مر هناك والراجح هناك والراجح هنا ففي نحوي صحراء الراجح صحراوي لا صحرائي الراجح في نحوي كساء وبناء كسائي بنائي كما كان الراجح لأنها ألف منقلبة عن واو ياء نعم صحراء ألف تأنيث تدل والنسب في قراء ليس فيه إلا قرائي كما كان في التثنية ليس فيه إلا قراء لأنها ألف ليس مدلة من شيء أنا قولي وهمز ذي مدين يناله في النسب ما كان في تثنية لو انتسب اقرأ.